ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة الأستاذ علي العرادي عضو مجلس الشورى. سيد العرادي، بداية نرحب بك ونود أن تطلعنا على أهمية عقد المؤتمر والمعرض العربي الأول للأمن السيبراني في هذا الوقت تحديدا. مساء الخير استاذ حسين، وانتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليك وعلى السيدات والسادة المشاهدين، وكذلك أشكركم على هذه الاستضافة. طبعا هذه القمة العربية والدولية في الوقت ذاته المعنية بالأمن السيبراني، والتي تأتي كذلك في يعني فترة زمنية أصبح الأمن السيبراني هو ضمانة لتطور أي اقتصاد في أي دولة. يأتي هذا المؤتمر في البحرين ليؤكد كذلك أن مملكة البحرين دائما قادرة على احتضان هذه المؤتمرات الدولية. بالعودة إلى سؤالك، طبعا المؤتمر يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف، وذلك من خلال وضع استراتيجيات حول كيفية مواجهة التحديات والتطورات السيبرانية. لاحظنا بأن المؤتمر كذلك ناقش موضوع تحسين حماية البيانات والشبكات والبنية التحتية الوطنية والدولية، وأعتقد بأن ما سيخلص إليه المؤتمر سيلعب دور مهم في تشكيل البيئة السيبرانية من خلال ما دار فيه من ورش ومن مناقشات. كذلك لاحظنا بأن المؤتمر تطرق إلى مواضيع مهمة لها علاقة بالابتكار في مجال الأمن السيبراني، وسلط الضوء كذلك على المبادرات العالمية وأحدث الاتجاهات في هذا المجال. طبعا مملكة البحرين تعتبر من الدول التي تولد موضوع الأمن السيبراني أهمية كبيرة، باعتباره أحد الركائز الأساسية في المنظومة التقنية. مملكة البحرين على المستوى التشريعي لديها تشريعات متطورة جدا، وعلى المستوى التنفيذي طبعا نفتخر في مملكة البحرين بأن من ضمن يعني الأجهزة الفاعلة في وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وكذلك المركز الوطني للأمن الإلكتروني. طيب، في سياق ما ذكرته سيد العرادي، بلا شك لمملكة البحرين هناك جهود يعني بارزة في مجال الأمن السيبراني، وكونك أحد أعضاء السلطة التشريعية وعضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى، هل لك أن تحدثنا يعني بتسليط الضوء أكثر عن جهود البحرين في هذا المجال بالذات، مجال الأمن السيبراني؟ شكرا جزيلا أستاذ حسين. كما تعلم بأن منظومة الأمن السيبراني، إذا جاز لي أن أطلق عليها هذا التعبير، هي منظومة مهمة لكي تكفل بأن الدولة قادرة على أن تحقق تنمية حقيقية، بمعنى الدولة التي لديها إدارة للحماية السيبرانية، لديها إدارات لتطوير النظم الأمنية وغيرها، تكون دولة مستقطبة. في مملكة البحرين نحن نفتخر بأن تشريعات مملكة البحرين تشريعات متطورة جداً، هذه التشريعات تستجيب للمتطلبات الدولية الخاصة بموضوع الأمن السيبراني، بمعنى أن لدينا إدارات، هذه الإدارات تعمل بشكل فاعل في هذا المجال وتقدم الدعم اللازم، ولدينا كذلك أيضا أنظمة أمنية سيبرانية متطورة جدا. ونحن كذلك أعضاء في السلطة التشريعية نتابع دائما القوانين الخاصة بموضوع الأمن السيبراني، ونعمل بشكل دائم بالتوافق مع الحكومة على تطويرها. طبعا جهود البحرين جهود كبيرة، والبحرين طبعا من الدول التي يعني تحتل مكانة متميزة على بالنسبة للمؤشر الخاص بالأمن السيبراني، وتعتبر من الدول التي لديها تجربة متقدمة جدا على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي طبعا، ومرتبتها في هذا المجال تعتبر من المراتب المتقدمة عالميا. نعم، إذا سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.